قرروا راح تفاجئهم شاهدوا المزيد من التفاصيل. كشف اليوتيوبر غيث مروان انه هو راح يسافر الى السعودية بدون سر الورع، لانه فيزا تبعها لازمها تجديد، وسارة كانت كتير زعلانة انه غيث راح يسافر لوحده، وكمان غيث كان زعلان لانه راح يسافر بدونها. عادي بيب، عادي عادي، لا تنسيني. انت لا تنساني. اكيد ما حنساك. صيح انت وزياد. انا ما راح صيح. الله يسامحك. بس الحمد لله السعوديه ما فيها صياح. السعوديه بتضبكم، تعملكم اكابر واوادم. ايضا امبارح سارة وغيث كانوا في بيت اهل غيث، وسارة كانت مشتهية كسكس مغربي، وتوقع البعض انه سارة حامل. ما بتصدقوا من امتى انا مشتهية هالاكلة. حكي بمناسبة فوز المغرب. ايوه. الاخر بعد ما شاف مقلب غيث في سارة وكيف نقزها اكدوا انه هي مو حامل. اترككم مع الستوريات رايكم بخصوص هذا الخبر. Yeah.